جينا عند المساوي لقينا سادين عليها الطريق طريق رئيسيه راه فيها 6 متر ديال العرض وجايه من الكراج الامريكان حتى خارجه حتى لطريق عين سوق ديال عوينات ولقينا دابا الطريق سادينها علينا الدراري هادو الجيران موالين خوت حسن سادينها بالحجر والشطب وهذا الشيء اللي كاين سادين طريق بالشطب والحجر راه على منكر هذا راه ما لقينا منين ندوزو كاع صافي راه جينا عند هاد الناس هادو الساكنات عين السوق دوارها مهروق راه الطريق راه مسدوده كانت الرئيسيه راه فيها 6 متر راه من الشانطي ديال سيدي عثمان حتى العوينات وراه تخرجت القدرون وراه هذا راه منكر هذا انا من دوارها مهروق المقدم ديالنا هو دابا في الحبس الحمد لله راه طاح في الحبس وهو سيدي معدي علينا هذا السيد وتنشكرو سيدي هاد الناس اللي شدونا الحق منه وطيحوه في الحبس الحمد لله وسيدي الله ياخذ فيه الحق عايش الملك عايش الملك عايش الملك حنا فرحانين بهاد المسؤوليه المسؤولين دخلوا في الحبس الحمد لله وهالطرفين ديال البنت اللي قال السي بن يوسف جيب بن يوسف راه انا عارفها هي من نساب وسامح فيها وعارفها انا لا هي لا امها كاينه حاليا درك في منطقه مدينه اقلموس دابا كنهضر على المقدم مصطفى دابا راه حاليا راه في الحبس مشينا دعيناه في المحكمه على الحق وراه شديت لنا المحكمه الحق دابا كنطلبوا من الله وسيدنا يرفع لنا هذا البلد ديال هذا السيد هذا